هل كان من الواجب دفن بن علي في بلاد تونس أم أنه الشيء اللي قام به للتوانسة يفرض عدم السماح بذلك؟ ما عندناش دولة نحن باش يجيبوا بن علي، وزيد بنته ما حبتش، بنته قالت ندفنه في السعودية. يعني أنت مع دفن بن علي في تونس؟ إيه بالطبع، إيه ما دام مات يجي يروح، لازم يروح يدفن في بلاده، علاه يدفنوا فيه غريب؟ والله اللي عملوه بن علي ما يتغفرش، إنسان ديكتاتور. أنا نظن أنه بن علي اللي عمله في تونس الكل، بصراحة أنا نقول اللي عمله بن علي في حكم أنا 25 سنة ظلم واستبداد وقهر. أنا لو كان جيت معناها بالحق إني معناها كرئيس حكومة نجد بن علي معناها أشد التعذيب، نعذبه خاطر إنسان ديكتاتور ما يستاهلش. هذاك بن علي أنا نصف واحد ديكتاتور، واحد معناها ما نسمحوش باش يرجع لتونس. احنا شباب الثورة اللي عملنا ثورة، لقينا زنا الكرتوش، واحد كيما كيكا معناها بالحق قمع فينا وعمل فينا ما يتعملش، ما نرجعوش جملة وتفصيل. كمواطن تونسي وعملت معه من أكبر الرجال، من أحسن الرجال اللي جت لتونس بالنسبة للوطنية، وخاصة الغيرة الوطنية اللي عنده من القلائل اللي وجدوها. قا بان الفراغ لما هو مشى، اليوم في كلمة أهرب، ما أهربش في الواقع، هذه هي الغلطات اللي وقعت للشعب التونسي بصفة عامة. أهرب لا، وبعمر ما أهرب، ولا فيش فايدة ندخله في حيثيات خطيرة جدا. أما بالنسبة لي كدفنه لتونس، بل تونس تتشرف عندما يجيبوه ويعملوا له الواجب ويدفنوه هنا. أنا من أعماق قلبي نقول الله يرحمه. بن علي عمره ما عمل به في تونس، سجن، اغتال، فك، انهب، سرق. بالحق هو ديجا معناها انا حبيته باش يكون في بلاد غير السعوديه، فهمت؟ خاطر السعوديه ترب مقدس، السعوديه عاش فيها الرسول وما ادراك، سيد الاولين وامام المرسلين، فهمت؟ ما يجيبوش، كي باش يجيبوش شكون باش يقبلوا لهنا؟ هما ديجا عيطوا كل اذا كانوا يجوا يشدوا حبس. عمل خيب بن علي. بن علي الفترة اللي عدات 23 سنة ما عملش الباهي، سرق، نهب، طرابلس يخطفوا، يغوروا الحاجة اللي تعجبهم، يحطوا لك الكلها يفكوها، السوسة نتاعهم، الحمامات نتاعهم. شنو يقول لك انسان اخويا كانت المعيشة رخيصة، كانت المعيشة رخيصة، البريم وقت ذاك شهريته 600 دينار، تو 1300 1400، اوفريي تو ياخذ في 900000. معناها مش هي نفس الحكاية، فهمتني؟ إذا كان مش تحصرها تلقاها نفس الحكاية. أما بن علي عمره ما كان، بن علي عمره ما خدمش تونس خلاص، هو ملي خدم الامن، ملي خدم مدير امن رجاي، عمره ما خدم تونس، خدم طرابلسي وخدم نسيبو وزن الشعب وعمل اللي ما تعملش، فهمت؟ ما نتشرفوش به، مش تونسي، لانه مش بالحق مش تونسي، كون جا تونسي ويحب تونس ويحب العلم الاحمر والابيض، فهمتني؟ اللي جابته الرجال في عهد فرنسا ما يعملش الشعب في تونس كيكا، فهمتني؟ بالنسبه لي انه مات يعني التاريخ والحوايج هذوك الكل هي المهمه، ما يدفن في تونس يدفن في غواتيمالا هذيك حكايه اخرى. معناها هو مات والشيء اللي عمله معناها مازال حي في قلوب التوانسه الكل، مش هذا معناها القضيه، لانه التونسي يسال عليها، فهمت؟ مش هذا هو الهدف، معناها وين يدفن. شنو هو الهدف؟ الهدف كان انه معناها انه بن علي انه يتحاسب انه الحوايج اللي عملها هذيك، مش الهدف معناها مش قضيه هذه يدفن غادي يدفن هنا. معناها ما نتصورش انه ولا يتنحزنوا برشا ولا يا ولا بن علي حققنا هدف ثوره تدفن في تونس. معناها كل حاجه بقتها، وعمل برشا حاجات معناتها، فهمتني؟ اما يلزم الدفن نتاعو يكون في تونس في بلاده، في رغم الاشياء اللي عملهم الاجرام والسرقه والنهب وكل شيء، فهمتني؟ هكا يلزم دفن معناتها في تونس. معناتها فهمتني انا ضد معناتها دفنه في السعودية. بالعكس ساعة فهمت اللي عملوه توا، اللي عملوا فيه توا اكثر من اللي عملوه هو. هو ما عمل شيء باللي كل شيء، فهمت؟ هو حتى كان ضر حاجة ناس قليلة، مش هو انساباته. متبقينا مات هو الله يرحمه، واذكروا امواتكم بالخير، فهمت؟ مفروض يجي وراه يدفن في تونس بصراحة، خاطر تو يموت في الغربه ويدفن غادي في معناها غير ترابه، هو كان رئيس، مش معقول. انا واحد من الناس ضررت من بن علي، ودونك لو ميو كل سرا اونتيري الاكستيريور، معناها هذا مش راينا، هذا راي اغلبيه الشعب التونسي.
دونك احنا عانينا من بورقيبه وزاد جاهو كمل علينا. دونك ما راش انا بون هي روح عند الله سبحانه عز وجل الله يرحمه، لكن بون الانسان يسامح، لكن ما نسيناش من نتناسى الشيء اللي عملوا معنا. هو اللي يرجع للعائله نتاعها المصغره اللي هي طلبت غادي. بالنسبه لي يموت في تونس ولا يتفن في تونس ولا سي وماتوا، واللي مات تجوز عليك الرحمه كوم الله يرحمه. معناها كان العائله نتاعها تحب تتفن في تونس، شو مش هو في الاخر تونسي. قول كلمه برك، المجرمين ما يعملوا لهمش زنازه من الاخر، واي خاين اي خاين والا دكتاتور راهو ما يتفنش في البلاد اللي هو، اي خاين ابار دكتاتور ما يتفنش. انا كمواطن تونسي راه ما عمل الا الباهي لتونس راهو، وخدم البلاد والبلاد خليها في خليها طماطم ب 300 وخليها الناس عايشه والقرايه مريقله والكياسات نظيفه والدنيا كل متهنيه والدويات موجوده في السبيطار والامور مريقله، ما عملش حتى اي حاجه خايبه ومن المفروض يدفن في تونس. اخطرش عار لتونس كان هو يدفن في السعوديه، عار لتونس لكان هو يدفن في تونس. فهمت؟ هو اللي الشيء اللي عمله بالتونسيين هو اللي فرض الشيء هذا. يعني تقريبا اذا كان تعمل الاكثريه تقريبا بيذموه. يقول لك لا عمل في الشعب التونسي الخايب، ممكن كعقاب من عند ربي، ممكن تو عباد يقول لك او تدفن في الاراضي الباهيه اللي في السعوديه وبحذا، الله اعلم هذيك حاجه عند ربي ما نعرفوش. خاطر سمع عباد زاده خايبه ودفنت في اراضي باهيه، فهمتني؟ بقينا الشيء اللي عمله بن علي تقريب فرض باش يبقى غادي يتدفن غادي يعني. بالطبيعه دفن في السعوديه خاطر البلاد ما خير، ما البلاد دمرها، بلاد دمرها على الاخر، ما خلى فيها شيء. العباد كلها خليها مرضى وخليها تعاني في الفقر وتعاني في كل شيء. شنو الشيء باش يخلي تونس باش تستقبله من جديد؟ حتى شيء. اول حاجه حتى انسان ما هو معصوم من الغلط، وثاني حاجة المفروض يكون مدفون هنا في تونس وفي أرضه وفي بلاده كما حب ربي وحبة العبيد. المفروض زين العابدين رئيس سابق تونسي يتدفن هنا في تونس مكرم بين عائلته وبين شعبه وبين أصله وفصله. والله يعني رغم الشيء اللي عملوا في تونس الكل تشوف أنه لازم يدفن في بلاده تونس، بالرغم كان غلط ولا صحيح شيء عملوا به وشيء عملوا غلط فيه، لكن الحق يلزموا يجيوا يتدفن هنا في تونس، من حقه كتونسي مش كرئيس. هو بعد ما مات ما يعنيناش شنو وين باش تدفن ولا كيفاش، اما اللي يؤسف اكثر كونه حقيقه برشا قضايا ماتت معاه لا اكثر لا اقل. انه يتدفن هنا ولا في السعوديه ولا في اي مكان ما يعنيش بقدر ما يعنينا وهو حي. مات الله يرحمه فعله. شنو كان اللي لازم يصير؟ كانوا ينجموا يجيبوه حتى وهو حي في الاول، ما بعد ما مات ما عادش يعني في حد شيء. شنو كان ينجم ينفع شيء؟ يبين برشا حقائق اللي هي تو غامضه جدا. كيف ما شنو؟ كيف ما الانتهاكات اللي صارت ولا الجرائم اللي صارت في حق الشعب التونسي، مع الاسف الشعب التونسي ذكرته قصيره شويه. هو الجرائم ضد الاسلاميين واليساريين على حد السواء، معناتها الجرائم اللي صارت في سياده البلاد هذيه لا اكثر لا اقل واللي باقي تتواصل لتو. والله في الواقع هو اساء الينا، لاننا بحكم انا شعب مسلم علمنا النبي وانه اذكروا موتاكم بخير. أما إذا كان في الأساس أنا شخصياً أرفض دفنه في تونس من شدة ما أساء إلينا، لقد أساء للعباد والبلاد، وكان الناس يعتبرهم عبيد عنده وماتوا تحت أيديه وتحت التعذيب كثير من الناس. إلا أن الشماتة والثأر لن تعيد عجلة التاريخ. إذا كان هناك إمكان أن يدفن في تونس فلا بأس، دفن في تونس كثير من الناس حتى المهاجرين لن ترفضه أرض هذه البلاد حتما. ولذلك أنا أرى لو يدفن وعفى الله عما سلف وهو عند الله الآن. نورمالمون هو مدام تونسي يدفن في تونس، علاش لا؟ أما اللي ثم شيء واضح كونه هو أوسى كونه يدفن في السعودية، والله أعلم. عاد الميت يعني نعطوا فيه كلمة باهية، ميت الله يرحمه كهو بفعله، والله يرحمه كهو، واش باش نقولوا له؟
أنا بن علي كان من أعز رئيس في الجمهورية التونسية، نحبوا دفنوه في تونس، وأعز رئيس مؤخر. شنو الشيء اللي خليك تقول اللي هو أحسن رئيس؟ أحسن رئيس لأن إنسان أعز رئيس ساعدنا في إحنا زوولة عايشين في جامعة عز عيشة عندنا، ما ضرناش ما عملش حتى حاجة خيبة، عمل الباي والخيب، لكن المعيشة نتاعنا اللي عملها أكثر، معنا الجزئيات الباهية عملها أكثر من الخيب، فهمت؟ ماذا بيا تدفن لهنا؟ علاش ما يدفنش؟ هو محظوظ، إلى أنا محظوظ اللي تدفن في المدينة المنورة بيت ربي سبحانه وتعالى، فهمتني؟ إن شاء الله ربي يرحمه. أول حاجة الله يرحمه، من الممكن معناها الدفن نتاعو تبدا هنا في تونس. كنا في عهد بن علي كان معناها كل شيء مطمئنين، كان إرهاب وقت بن علي، تو ساكن معنا الإرهاب. كان الزوالي ديما عايش، القف نتاع المزام ديما قفته معبي، الخير راح مع بن علي. بن علي ككل بشر له ايجابيات وسلبيات، هو سيدنا ادم واخطا في الجنة، واضح؟ بورقيبه واخطا اخطاء كثيره لا تغتفر، البجبوج اخطا وتطاول حتى على الاسلام. اما ان لا يقبل دفنه هنا فهذا عار على التوانس، كان على السلطة أن يعني تعلن قبوله ما دام قد معناه فارق الحياة وأصبح عند ربه، كان عليه أن يدفن هنا، هو عار علينا. هذه واحدة. واثنين، أنا أعتبر أنه من راضي عليه ربي أنه دفن، على حسب معلوماتي هو قد دفن في المدينة المنورة إلى جانب سيد الخلق، وهذا تكريم لبن علي. من محاسن بن علي هذه الجسور الموجودة في العاصمة بنها هو، من محاسن بن علي أنه بكل ولاية من الولايات المهمشة كل ولاية بنى فيها جامعة، ولايات المناطق الحدودية كل بنى فيها جامعات، أعطى المنح للشيوخ والمعوزين، يعني عنده ايجابيات. ما لازمناش ننظروا لنصف الكاس الفارغ، عنده ثم نصف كاس مليان. الزين ما عمل شيء في البلاد هذه، عمل كان الباهي. الزين عمل كان الباهي للزواوله، عنده حكايه ما لبس عليها، ما كان يسرقوا في البلاد هو اللي معناتها تعبهم، ما تعبش الزواوله، واش خص؟ وحرام عليهم هذوما اللي شادين كراسي، حرام عليهم ما هبطوهوش ما دفنوهوش لهنا، وهذا هو مش نقول حرام عليهم. وتوا يقولوا ما مصيرهم هذوما اللي شادين اللي خلوه يدفن غادي في بلاد اخرى، ولو انه هو تدفن في عز ارض ربي مكرمها يسمى سلكها عليهم هو. اما هو به ما عمل شيء للزواوله، للشعب ما عمل شيء، عمل كان به للزواوله للشعب، كان عز حاجه عملها زين ومحليه. والله يرحمه، والله يرحمه برشا مرات عليه، يقول لك اذكر موتكم بالخير، هو الله يرحمه، فهمت؟ وكهو التاريخ هو اللي باش يحكي على بن علي، معناه اسكو به ولا وكهو. انا ما نقول كان ربي يرحمه وكهو، هو قال لك هذه هو معناه وسايط، هو حب يدفنوه غاديك في السعوديه، نرموه على الاقل معناه ترحم من روحه على الاقل، هذا اللي اضعف ايمان بالنسبه لي هو وكهو. التاريخ هو اللي باش يذكر اذكر بن علي به ولا خير، انا نقول الله يرحمه واذكر موتكم بالخير.